السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة طريقة عمل سمك النويبي في الفرن. سمك النويبي من احلى وانظف الاسماك، اللي فيها كمية لحم كبيرة، وكمان تنظيفها وبطنها بتبقى نظيفة جدا. انا جبت السمك ونظفته من البطن زي ما انتم شايفين، وغسلته كويس قوي بالملح والدقيق والليمون والخل. وزي ما انتم شايفين اهوت، انا منظفاه من جوه، حتى القشرة اللي بره نظفتها، وشكله نظيف وجميل. زي ما انتم شايفين، شفت البطن بتاعته بيضة ازاي؟ لان هو لحمته بيضة اصلا وحلو. دلوقتي الخلطة اللي انا عملتها، عملت توم وفلفل حار وطماطم، وحطيت البهارات بتاعتي، ملح وفلفل والخل والليمون، مع بعض. دلوقتي هنحشي بطن السمك مع بعض، وهنجهز الصينية اللي احنا هنحطها في الفرن. انا جبت ورق فويل، وهندهن ورقة الفويل زيت زي ما احنا شايفين، ونوزعها كويس على الصينية. طبعا الورق الفويل ده بيمنع السمك ان هو يلزق في الصينية، وبيبقى سهل بعد كده في الغسيل، وفي نفس الوقت السمكة بتطلع مش مهرية. دلوقتي انا حشيت السمكة اهو في البطن بتاعته زي ما انتم شايفين، اهو بورهولكم من جوه، والخلطة بتاعته لسه باقية كمان. يعني انا عملت الاربع سمكات، وفي نفس الوقت لسه في خلطة من اللي انا عاملاها، انا عاملاها بالزيادة، هقول لكم ليه دلوقتي. ورصينا السمك في الصينية، وكل شوية ندهن السمك من بره بالزيت كده عشان يدينا لمعة حلوة وهو في الفرن بالشكل ده. انا دهنت زيت من تحت، وكمان بعمله من فوق. هجيب باقي الخلطة بقى واحاول اوزعها كده على السمك من بره ومن تحت ومن فوق زي ما احنا شايفين. وجبت بصلتين قطعتهم برضو حلقات كده، وهوزعهم برضو في البصل من تحت ومن فوق في الصينية زي ما انتم شايفين كده. انا وزعت الخضار بتاعي وحطيته تحت السمك كمان اهو، عشان اضمن انه مش هيلزق خالص. كده كده الفويل مش هيخلي السمك يلزق. اخر خطوة بقى، هنجيب ليمون ونعصر كويس قوي الليمون على السمك. بعد ما عصرنا الليمون على السمك بالشكل ده، هنحط بقى الزيت، اخر خطوة زيت بقى على الوش كده بالشكل ده، ومش هنحط مية خالص اثناء السوى. الطماطم والزيت والبصل هينزلوا المية بتاعته، وهيخليه مستوي وجميل من غير ما تغطي السمك بالفويل. لا، هو هيستوي لوحده، بياخدش وقت في الفرن، يعني نص ساعة او تلت ساعة لنص ساعة. دلوقتي طلعنا السمك من الفرن بالشكل ده زي ما انتم شايفين، مش لازق في الصينية ولا حاجة، والسمك استوى ومش مهري. قعد بالظبط حوالي 25 دقيقة في الفرن على درجة حرارة 200. أكلة جميلة وحلوة، يا ريت تجربوا النوع ده بجد. جربوه وبألف هنا وشفا. يا ريت طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب يعجبكم الفيديو. مع السلامة، باي باي.